اللي طاير في الصدارة ما بيوقفش، واللي مستمر في صحوته شغال، واللي مش لاقي حل في النقط اللي بتقع منه برضه ما تغيرش. كل حاجة زي ما هي على حطة ايدك من الجولة التامنة. اهلا بيكم في جولة اللا جديد من اخطر دوري في العالم. تشكيل افضل 11 جمع بين عدد كبير من الفرق. محمد الشناوي حارس الاهلي للماتش الثاني على التوالي بيتصدى لفرصه خطيره ممكن تبقى نقطه تحول في الماتش، وبينقذ الاهلي من جول علشان يمهد له الفوز. محمد هاني اللي قدر يقتل تفوق محمود البدري باك الاسماعيلي اللي عمل ماتش كبير جدا ضد الاهلي، وقدر يسرق منه لقطه صنع فيها هدف الفوز. محمد كوفي ونجم المباراه الاول ضد الزمالك، واللي تقريبا خطه فريقه كانت مبنيه عليه، لانه هو قابل هجوم الزمالك كله لوحده، ومش بس كده كان ممكن يخطف جول الفوز لسموحه من دبل كيك كان هيبقى حلو جدا. محمد الجزار مدافع الجونه، رغم ان مهاجمي طلائع الجيش ما كانوش بالخطوره الكافيه، الا ان الجزار ما سابش حاجه للصدفه وقام بتغطيه دفاعيه ممتازه جدا، ده غير دوره الهايل في نقل الكوره لقدام بسرعه وبسلاسه. محمد الطرهوني باك سموحه، هجوم الزمالك من ناحيه اليمين عن طريق حازم امام حد من خطورته الهجوميه، الا ان ده ما اثرش على الدور الدفاعي الكبير اللي قدمه. كمان انقذ كره خطيره جدا من اوباما براسيه من على خط المرمى. في خط الوسط اليو ديانج او الدبابه الماليه، اللي كان مفاجاه ساره جدا لجمهور الاهلي وطمنهم على وجود بديل كفء في غياب حمدي فتحي، كسب كل الالتحامات الهوائيه والارضيه مع لاعبي الاسماعيلي، ده غير دوره في الاستلام والتسليم للكره بشكل ممتاز جدا من غير ولا ميس باس. فرجاني ساسي، رغم تعادل الزمالك مع سموحه الا ان فرجاني ساسي قدم واحد من افضل مبارياته الموسم ده، حاجه من روايح الموسم اللي فات، قدم تمريرات كويسه جدا لمهاجم الزمالك كان ناقصها بس الفينش. عبد الله السعيد، وجود عبد الله السعيد في الملعب معناه وجود بيراميدز في الملعب، مش بس قادر ان هو يوصل زمايله للجول بتمريره سحريه وباسهل طريقه ممكنه، لا، لما بيكون الماتش معرقب بيخلص بنفسه بجول حلو جدا عشان يوصل للجول ال 98 ليه في الدوري. في خط الهجوم محمد شريف نجم انبي ونجم الريمونتادا الهايله جدا ضد وادي دجله، اكتر حاجه بتميز محمد شريف هدوءه في الفينش، عشان كده كان قادر يسجل جولين من ثلاثيه انبي في وادي دجله. وليد سليمان او السلاح الحاسم لفايلر، مش بس لان وليد سليمان نزل سجل جول الاهلي في الاسماعيلي وخطف الفوز، لا، وليد سليمان وجوده على الدكه معناه ان هو قادر يقرا الماتش، بينزل يغير شكل الاهلي الهجومي في وقت قصير جدا. وليد سليمان قادر يلعب صانع العاب، وينج يمين وينج شمال، مهاجم يسجل بيمينه يسجل بشماله، وفي الجوله دي كمان بيسجل بهده. محمد سالم مهاجم المقاولين او بطل البلاس 90 للمقاولين العرب، سجل جول تقله ذهب في ماتش معقرب جدا ضد حرس الحدود علشان يوصل للنقطة 19 ويحافظ على تواجد المقاولين العرب ضمن الثلاثة الكبار في الدوري. أفضل فريق في الجولة إنبي، مش سهل تماما إن أنت تقدر تعوض تأخرك بجولين في 45 دقيقة بس، خصوصا لما تلعب ضد خصم مميز جدا في الاحتفاظ بالكورة واللعب على الأرض. ده اللي حصل من إنبي ضد وادي دجلة. في الشوط الثاني قدر إنبي بشخصية كبيرة جدا ان هو يسجل 3 اهداف ويعمل ريمونتادا عظيمة جدا على وادي دجلة ويحقق فوزه الرابع على التوالي في الدوري مع حلمي طلاس. افضل لاعب في الجولة برضو من إنبي، محمد شريف بطل ريمونتادا إنبي ضد وادي دجلة واللي سجل جولين من ثلاثية إنبي. محمد شريف دلوقتي بيزحم عبد الله السعيد على صدارة هداف الدوري الممتاز، وده بسبب الفينش الممتاز والهادي جدا من محمد شريف، واللي أهله ان من ساعة ما ساب الأهلي مستمر في التسجيل، ومن الواضح ان محمد شريف مش قابل ان هو يسيب الأهلي وعايز يرجع. أجمل هدف في الجولة كان اختيار محير جدا الجولة دي، بس الجولين اللي اخترنا منهم كانوا في ماتش واحد، ماتش المصري وبيراميدز، واللي خلص بالتعادل 1-1 بجولين حلوين جدا. أول جول كان من عبد الله السعيد اللي أكيد سجل أجمل أهداف الجولة، لأنه كان من مسافة قريبة لكن مش على عدلة رجله. أي حارس في الدنيا كان هيعمل زي ما عمل أحمد مسعود حارس المصري وهو بيبص عليها وهي جوه الشبكة. جون الرد كان من حسن علي اللي برضه كان أجمل أهداف الجولة، رغم إنه كان من مسافة أبعد من الكورة بتاعت عبد الله السعيد، إلا إنه حطها في زاوية صعبة جدا، كتر خير المهدي سليمان حارس بيراميدز إنه حاول يجيبها.
مدرب الجوله رضا شحاته اللي الماتش الثاني على التوالي بيحقق الفوز مع الجونه على طلائع الجيش. بعد الفوز الكبير على بيراميدز رضا شحاته بيواصل الصحوه مع الجونه وبيفوز على طلائع الجيش باداء مقنع وكبير جدا. رغم كده الجونه اعلن تعيين بيدرو بارني اللي ملوش لمسات كتيره قوي في الدوري المصري علشان رضا شحاته يرجع مدرب عام، بس اللي اكيد استفدناه من الماتشين اللي فاتوا ان الجونه عنده على الدكه مدرب هيكون صاحب مستقبل كبير جدا في الدوري الممتاز. مفاجاه الجوله فرص الزمالك الضايعه الكتيره جدا ضد سموحه. الزمالك يمكن اهدر اكتر من 10 فرص مؤكده للتسجيل ضد سموحه، ولعب شوط من افضل اشواطه الموسم ده كان الشوط الثاني اللي كان بطله كريم بامبو اللي نزل ضيع فرصه اغرب من الخيال. الاكيد ان الزمالك واجهه سوء حظ كبير جدا ضد سموحه، لكن برضو الاكيد ان الجن والسحر مش هما اللي ضيعوا الثلاث نقط على الزمالك.